بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا يعني ويتنج شويه، في ناس كتيره بتدخل لسه، ف يعني بنحاول ننتظر اكبر عدد يدخل من الاخوه الاعزاء، وبعد كده ان شاء الله يعني دقيقه او دقيقتين كده وهنبدا على طول باذن الله. يعني أنا البداية بس، إحنا يعني أولا السلام عليكم جميعا، بشكركم على الاستجابة يعني للدعوة اللي وجهت لي ومن الإخوة في المعهد في مركز الكابت في كفر الشيخ، المشرف على الاسم على اسم الجراحة، إن إحنا نبدأ سلسلة من المحاضرات تخص مرضى الكبد وبالذات السيرجري في مرضى الكبد. عشان كده احنا حبينا يعني في البدايه نديكم فكره على يعني ايه هو اسم الجراحه في مركز الكبد في كفر الشيخ. يعني المركز ده انتوا عارفينه. يا بنت شم السنه يا بنت. يا ريت بس اللي مشغل الصوت يقفل الصوت من عنده دلوقتي. انا يعني انا بادئ الميتنج. السلام عليكم دكتور حسام. سلام محمد، بس يا ريت تقفل الصوت عشان الصوت كده. معلش بس بعض الناس بتشتكي من الصوت واطي شويه بس. طيب ماشي اوكي، انا يعني انا هعلي صوتي بس عايزين يعني اللي فاتح صوت يقفل دلوقتي
بحيث ان الصوت يبقى عالي والناس كلها تبقى سامعه. وانا هعلي صوتي. تمام. انا كل اللي بيحاول يدخل انا بعمل له ادميت، فدي يمكن بس تلاقيها اللي عامله شويه لاج في الصوت شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا الاول بس حابة يعني اللي ما اعرفش اسم الجراحه، اسم جراحه هو ده كان يعني حلم من اكتر من 10 سنين ان مركز الكبد في كفر الشيخ يبقى فيه اسم بيقدم جراحات الكبد في المحافظه لمرضى الكبد، خصوصا ان المركز بيقدم كل انواع العلاج لمرضى الكبد. الحقيقه الحلم ده خد وقت كبير على ما تحقق، وتحقق فعليا من سنتين. القسم ده شغال دلوقتي يا دينا سنتين. يعني احنا في البدايه اصرينا ان احنا هو الاسم يبقى مخصص فعلا للهيباتوبيدياري او للامراض الكبد والجهاز الهضمي، وبالذات الكبد اكتر من الجهاز الهضمي. يعني احنا بنشتغل كل جراحات الجي اي تي سواء اوبن او لابروسكوبيك، لكن احنا السبيشاليتي بتاعه المركز محافظين عليها، بنحاول على اقل قدر من يعني الحاجات اللي تبقى بره تبقى فيري فيري ليميتد، على اساس ان احنا نحافظ على السبيشاليتي دي بتقدم خدمه مميزه متميزه في المحافظه وفي المنطقه كلها. الاسم دلوقتي يديله سنتين شغال فعليا. السنه الاولانيه اول 6 شهور كان فيها شغل تجريبي، في السنه الثانيه يعني احنا عدينا ال 250 حاله عمليات في مختلف عمليات الهيباتوبيلياري، سواء الليفر ريسكشنز او سواء الاوبن او اللابروسكوبيك. وفي الحقيقه يعني المركز متميز في الجزء اللابروسكوبيك ده، يعني عملنا سواء كل انواع الفورمال ريسكشن لابروسكوبيك، عملناها ليفت لاترال وعملنا رايت هيباتيكتومي، يعني اعتقد الحاجات دي اتنشرت واتكلمنا عليها وكتير. وكل الهيباتوبيلياري الاخرى زي فايل داكت انجريز والبانكرياتيك سيرجري وبكل صورها، ويبل عاملين عدد كبير من حالات الويبل وديستر بانكرياتيكتومي وفايل داكت انجريز كتير. ثم بقى المرارات والسي بي دي اكسبلوريشن والجراحات الاخرى. يعني المحاضره دي الى حد ما هي محاضره جنرال شويه، حاول يعني ننقل شويه مفاهيم للاخوه بالذات يعني اللي مش في جراحه الهيباتوبيلياري، عشان ما يخافوش في التعامل مع مرضى الكبد بالذات. فيعني هنبدا. يعني طبعا في ناس كتير بتقول ان ما فيش احسن من الشغل مع السيروتيك بيشنت. فيعني طبعا اغلبيه الناس اللي موجودين معانا دلوقتي ممكن الاغلبيه ما يتفقوش، لكن اتمنى ان هم في النهايه يتفقوا مع المقوله دي، لان الشغل مع السيروتيك بيشنت بيبقى في النهايه مريح مش مزعج. هو متعب لكنه في النهايه بيبقى مريح، لان انت بتبقى الميزه انك تقدر تبقى عارف كل التفاصيل عن عيانك مسبقا ومتوقع كل اللي هيحصل له في الاوبرتيف بصوره كبيره. ما تجيب السماعات. الو. يعني لو قارنا يعني العيانين الفريكوينسي كولكتيف سيرجري في العيانين اللي عندهم سيروزس ويز او ويزاوت سيروزس، هنلاقي ان العيانين الانسيدنس بصفه عامه، طبعا الناس اللي عندهم اللي ما عندهمش سيروزس دول الماجوريتي اوف بيشنتس اللي بيعملوا سيرجري. كل المستشفيات والاماكن بتعمل النورمال بيشنت او النورمال بيشنت ويز ليفر ديزيز اكتر. او الصوت واطي برضه، احاول اركب السماعه ونجرب. لو كده احسن. فاغلب الجنرال اللي بتتعامل في ناس نورمال، ودي الهايست انسيدنس في العالم. الناس اللي عندهم سيروزس الانسيدنس وفي سيرجريز بصفه عامه فيهم اقل،
ثم السيروزس والبورتال هايبرتنشن برضو الانسنس فيهم بصفه عامه اقل بكتير في كل الفاريوس تايبس اوف سيرجريز بصفه. طيب السيروتيك بيشنت اللي هو بيأندرجو سيرجري ده واتيفر السيرجري اللي بياخدها ده بيختلف عن المريض العادي في ايه؟ بيختلف عن المريض العادي في حاجات كتيره جدا. رقم واحد هو اكسبكتد ان الهوسبيتال ستي بتاعه تبقى عاليه، يعني بيقعد اكتر في المستشفى، بيتكلف اكتر، المورتاليتي ريتس عنده اعلى من اي مريض تاني، وبالذات لما بيبقى كومبايند سيروزس، مش مجرد بس سيروزس لكن سيروزس وبورتال هايبرتنشن. والجزء ده بالذات لازم نخلي بالنا منه قوي، يعني ايه سيروزس وبورتال هايبرتنشن؟ لان السيروزس دول الثلاثه كاتيجوريز دول الناس النورمال ليفرز هم الناس اللي عندهم سيروزس هم الناس اللي عندهم سيروزس وبورتال هايبرتنشن، هم دول في الاخر هنحط منهم وسيله التعامل ومين يتعامل مع مين من المرضى دول. فيعني الاخطر اخطرهم كلهم هم السيروتيك اللي معاهم بورتال هايبرتنشن. بصفة عامة الديسفانكشن اللي موجودة في السيروتيك بيشنتس وفيما يخص السيرجري، رقم واحد عبارة عن الكواجلوباسي. كلنا بنقول الريسك اوف بليدنج، والعيان الليفر لما يتلمس بيقعد يخر وما بي يعني ما بيوقفش واكل. ثم عندهم سام سورت اوف امبيرمنت في الريتيكولو انسيليال سيستم، وبيبقوا لايبل تو هاف مور ريسكس اوف انفكشن لاسباب كتيرة. ثم السيكولي اوف بورتال هايبرتنشن نفسها بقى، يعني البليدنج، الهايبوتنشن، لايبيليتي تو انفكشن، والديتوكس الديتوكسيفيكيشن والافكت اوف دراجز، الانتي بايوتيك مانجمنت، الانستيتيك مانجمنت، الفلويد والنيوتريشنال سبورت، والدراج ديتوكسيفيكيشن ده يعني بالمانجمنت معاه بتختلف عن الاشخاص الطبيعيين. طيب براير تو اي سيرجري لازم نحط في دماغنا ثلاث حاجات مهمه جدا: نوع العمليه اللي احنا هنعملها، ايه التايب اوف سيرجري اللي هنعملها، ثم الليفر ديس فانكشن اللي موجوده دي وايه سببها، ثم يعني الكوموربيديتيز والنيوتريشنال ستيتس اوف ذا بيشنت. هنركز على كل واحده بشويه تفصيل اكتر شويه، ثم بعد كده في الاخر هنوصل لكونكلوجن واحد. تايب اوف سيرجري بصفه عامه، في عند يا اما الاوبريشنز قد تكون ايرجنت، ثم هاي ريسك، ثم لو ريسك سيرجريز في كل العمليه المريض الكبد بيعملها لازم نسال روحنا على ثلاث اسئله: معنى ان كان ويزستاند سيرجري يعني حياته من غير ما يعمل عمليه، يعني كان افويد دوينج ذا سيرجري لو هي كان طب جت مره العيال السيرجري مهم تعملها بعد قد ايه؟ بعد ثلاثه او دكتور حسام استاذ حضرتك دقيقه واحده بس اما كل الناس تقفل المايك بتاعها على تمام يا رب. على تمام. لو سمحت الاخوه الزملاء يا ريت كل واحد يقفل المايك بتاعه. الريبورتس الموجوده على في العالم الامرجنسي سيرجري بصفه عامه المورتاليتي فيها اعلى بكتير قوي من الالكتيف سيرجري. ليه؟ لاسباب كتيره جدا. رقم طبعا طبيعه الامرجنسي سيرجريز المختلفه والريسكس اللي فيها والدينجرز والكومبليكيشنز فيها اعلى. والنقطه الثانيه ان دايما الالكتيف سيرجري في الناس السيروتيك بتبقى بلاند والانفستيجيتد والاسيست، وبالتالي بنقدر يعني نمانج بصوره احسن بكتير قوي من انك يعني فجأة كده تلاقي عندك عيان جاي لك بتروما مثلا او ببليدنج او باي مشكله ايمرجنسي. فالمورتاليتيز والسيرتي داي مورتاليتي ريت في العالم كله في كل الريبورتس اعلى بكتير من الريبورتس الخاصه بالالكتيف سيرجري في الناس السيروتيك.
لو قارنا بقى الكلام ده كمان بالليفر ستيتس مقارنه بال يعني اكوردنج للتشايلد كلاسيفيكيشن، هنلاقي كل ما الليفر ديكومبنسيشن بتزيد تشايلد سكور بي ثم سي اسوا بكتير من التشايلد اي. التشايلد اي هو البيست في الاوتكمز بصفه عامه، يعني مين 18% في الاكتف سيرجري ومقابل 50% في الارجنت في كل كده اولموست اغلب الناس السيروتيك يعني السيروتيك بيشنتس اللي بيأندرجو ميجور سيرجري بيحصل لهم سام سورت اوف سيفير ديكومبنسيشن وبيعنديهم فيهم مورتاليتي عاليه شويه اكتر قد تصل الى 100%. طيب الريسك فاكتورز ايه؟ في كل الاستاديز اللي موجوده في العالم في ديفرنت ريسك فاكتورز. يعني انت حضرتك لما تشوف الـ يعني الاوبراتيف ترانسفيوجن كل ما بيحصل كومبليكيشن يحصل بلاد ترانسفيوجن اكتر، ده ريسك فاكتور، ده اهم ريسك فاكتور. ثم بري اوبراتيف ريسك فاكتور زي الالبومين سكور، الالبومين ليفل بتاعه كل ما يبقى اقل من 3 كل ما ده اديشنال ريسك، الهيلينج باور، الديفلوبمنت اوف اسايتس، ثم البيلروبين، التوتال بيلروبين اكتر من 1.5، الامرجنسي بروسيدورز دي ذا هايست ريسك، وجود الاسايتس ده ريسك فاكتور برضو، ثم الانترا اوبرتيف بلاد لوس واللي بيتبعه بلاد ترانسفيوجن. يعني ده دول يعني لو حصل لوس وما حصلوش ترانسفيوجن ده احسن شويه نسبيا من انه يحصل بلاد لوس ثم يتبع هذا الكلام بلاد ترانسفيوجن. which is better بقى، يعني هل الشايلد سكور ولا الميلد سكور؟ الميلد سكور بيكورليت اكتر مع البوست اوبرتيف مورتاليتي احسن من الشايلد سكور في كل الريبورتس اللي موجوده، هو ريلاتيفلي احسن. كل ما يعني الكات اوف فاليو عندنا 25 ميلد سكور 25 ده فوقيه، ده بيبقى فيه طبعا يعني هايست مورتاليتي في كل سواء جنرال سيرجري او ابدومينال سيرجري. وهنا كلمه ابدومينال سيرجري بيقول نون هيباتيك سيرجري، يعني سيرجري مش جوينج مش ليفر سيرجري، مش دايركت سيرجري في الليفر. كل ما دول الكات اوف فاليو العين اللي انت ما تخافش يعني تخاف تلمسه وما تخافش وتمتنع عن انك تعمل له اي حاجه الا الى اقصى الضرورات، هو اللي الميد سكور بتاعه 25 والاعلى من 40 او يعني دول probability of death عندهم فيهم اكتر من 60% من 60 ل 80% في الامرجنسي في لاي ابدومينال او emergency surgery. الإفكتس اللي بتحصل في السيرجري في الليفر، الباك جراوند اللي حواليها فيها حاجات كتيره جدا مؤثره. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل رقم واحد، احنا عندنا طبعا كلنا عارفين ان في arterial blood supply، في portal blood supply، الديوال blood supply دي والreciprocal circulation المشتركه ما بين الاثنين بتخلي نوع من انواع الهيموديناميك يعني بروسيس بتحصل مرتبطه بالليفر. فاي تغيير في الهيمودينامكس بيأثر بصفه عامه. السيروزس معروف ان هو فيه هايبرديناميك سيركوليشن، في زياده في الكاردياك اوتبوت وديكريز في الريزيستنس، والاوتو ريجوليشن ده بيبقى امبيرد بصوره او باخرى. والقصه دي كمان بتبقى ريديوست بالذات لو في بورتال هايبرتنشن وارتيريو فينس شنطي. فالمريض لما بيعمل ابدومينال سيرجري بيحصل له يعني البروسيس دي بتبقى اوجمنتد اكتر، وخصوصا لو الانستيك بروسيدورز والهيمودينامكس المانيبيوليشن انترا اوبراتيف ما كانتش متظبطه، فبالتالي بيحصل مور يعني increase susceptibility to ischemia، ودي بتزود نفس السيركل اللي موجوده دي، ودي بتاثر بصوره كبيره جدا على البلاد سبلاي اوف ذا ليفر. يعني لو في اي مشكله اعتقد يعني في ال
يعني للأسف كل شوية حد بيجي جديد فده بينتربت طيب الكاردياك سيرجري الكوز اوف ديث في السيروتيك بيشنتس يعني طبعا اي سيروتيك بيشنت تشايلد سي وعنده كاردياك بروبلم في العاده يعني بيبقى ريفريند من ان هو يجو فور سيرجري. الكوز اوف ديث دايما بتبقى ابدومينال سيبسس والجي اي كومبليكيشنز والكاردياك ديث از ريليتد للكاردياك سيرجري في السيروتيك بيشنتس قليله لان يعني اغلبهم بيبقوا يعني يعني اغلب المورتاليتيز بتبقى في بيشنتس عندهم تشايلد بي سيروزس لكن في التشايلد اي سيروزس بيبقوا يعني زيهم زي الجنرال بيشنت فيما يخص الكاردياك كاردياك سيرجري. طيب الكوليسيستكتومي لابروسكوبي فيرسس لابراتومي يعني اللابروسكوبي ليها ادفانتجز اكتر بكتير من الاوبن طبعا لقص الليابيليتي تو بليدنج والموربيديتيز والمورتاليتيز في السيروتيك بيشنتس دي ليها فاكتورز كتيره جدا بتتحكم فيها تتعلق بالاكسبيرينس زي ما قلنا اكسبيرينس اوف ذا تيم والانستاتيك مانجمنت دي مهمه جدا جدا والتكنيكال ايشوز اللي موجوده لكن بصفه عامه اللابروسكوبي احسن بكتير من الاوبن قال ما عندناش ماسل كاتنج ما عندناش ميتابوليك لود عالي الترانسفيوجنز فيها بصفه عامه اقل الاوبراتيف تايم اولموست ذا سيم المورتاليتي ريتس في الليتريتشر وكده يعني يمكن في اللابروسكوبي اقل بكتير قوي من الاوبن والهوسبيتال ستاي ديفينتلي اقل. What about the assessment of liver dysfunction؟ لما نتكلم على assessment of liver dysfunction هنتكلم على كذا point من ضمنها البروجنوستيك سكور الفانكشنال ريزيرف وكلمة الفانكشنال ريزيرف دي مهمة جدا جدا بالنسبة لنا يمكن لما نبقى بنتكلم أكتر على الليفر لكن في الميجور سيرجري مهم قوي إن احنا يبقى عندنا فكرة عن الفانكشنال ريزيرف اوف ذا ليفر وهل الليفر ده يتحمل ان هو ياخد او يتعمل له عملية كبيرة بالذات الابدومينال سيرجري ثم الهيباتيك فوليومتري ودورها ده دورها اكتر يمكن في الليفر سيرجري اكتر من كده وما يطلق عليه او الديناميك او الفانكشنال فوليومتري. طيب البروجنوستيك سكور تشايلد الميلد السينثيتيك هيباتيك فانكشنال اسسمنت ثم البايو ترانسفورميشن كاباسيتي الميتابوليك اكتيفيتي الهيباتيك فوليومتري في جنرال ايفالويشن الاكسترا هيباتيك ديزيز بتاثر على الهيباتيك فانكشن الاميونيتي ستاتس الرينال فانكشن مهمه جدا وجود البورتال هايبرتنشن كفاكتور والاكستنت بتاعته النيورولوجيكال والنيوتريشنال ستاتس النيوتريشنال ستاتس مهمه جدا جدا في الناس في الليفر ديزيز لانها يعني دايركت افكت على الهيلينج وعلى اكتر من فاكتور. طيب الكونترا انديكيشنز تو الكتيف سيرجري امتى نقول ان العيان ده از ا ليفر بيشنت ما هوش فيت ان احنا نعمل له سيرجيكال اوبريشن كل ما هو اكيوت في الليفر از ا كونترا انديكيشن يعني بمعنى الاكيوت ليفر فيلير الفالمنت ليفر فيلير اكيوت رينال فيلير acute viral hepatitis acute او الالكوليك hepatitis acute on top of chronic الكارديوميوباسي والهايبوكسيميا والسيفير كواجلوباسي despite treatment كل دول بيخلوا الالكتيف سيرجري almost contraindicated في السيروتيك بيشنت لانها additional بتضيف additional risk factors للاوبراتيف ريسك وبالتالي في الحالات دي هي ما بنعملش غير الامرجنسي وغير الاكستريم امرجنسي اللي هي اللايف ثريتنينج امرجنسيز يعني الترانجوليتد هيرنياز الميجور بليدنج ما هواش ريسبونسيف لكونسرفاتيف تريتمنت او حاجات كده يعني الميجور لايف ثريتنينج سيرجز لكن كل الالكتيف سيرجري بتبقى كونترا انديكيتد. الميلد كلاسيفيكيشن والتشايلد بوف توركوت او التشايلد كلاسيفيكيشن يعني الهيستوري بتاع التشايلد توركوت كلاسيفيكيشن ديفلوبد في الستينات ثم موديفايد في السبعينات
وكان يعني بيستعمل اكتر في الشانتنج سيرجري في البورتوكيفال شانتنج والاسسمنت والديفرنت سيرجريز والديفاسكولاريزيشن وكذا. ثم الميلد سكور ديفلوب علشان التيبس بروسيديورز في السيروتيك ومدى الاوتكمز بتاعتها. التشايلد كلاسيفيكيشن ليها عيوب كتيره ما هواش يعني بريدكتيف قوي قوي، يمكن بيعتمد فيه في بعض الفاكتورز كمان اللي هي السبجكتيف مش اوبجكتيف زي الانكفالوباسي والجريدنج ودرجه الاسايتس ودرجه النيوتريشنال ستاتس. كل الفاكتورز دي بتدينا رف سكورز، لكن هو الوايدست يوز يعني لو انت لو سالت اي حد في 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 العالم في اي حته على التشايلد كلاسيفيكيشن والتشايلد بي واي وسي يعني هيبقى معروف، لكن هتتكلم مع حتى على الميلد سكور وعلاقته كاسسمنت مش معروف قوي الميلد سكور للاسف، لكن ليه الميلد سكور ليه كورليشن اعلى بكتير من التشايلد في الاسسمنت اوف ليفر ديزي. ميزه الميلد سكور ان هو عباره عن كالكوليشن في كلها فاكتورز ريدنجز بنقراها من اللابس ولي ابلكيشنز دلوقتي موجوده على كل السيستمز تقدر تحسب الريزلتس بدقه وما هياش مختلفه. لها علاقه شور بالبوست اوبراتيف مورتاليتي في كل الاوبريشن ودي فاليديتد بديفرنت جريدز وبديفرنت بارقام مختلفه على حسب السيرجري. لو اكتر من 40 طبعا يعني 3 مانس مورتاليتي اولموست 100% في كل الاوبريشنز اب تو الزرع الزرع الكبد هايست مورتاليتي. لو 30 في الثلاثينات بتنزل ال 80، لو في العشرينات بيبقى في ال 70% في رينج ال 70% 10 ل 19% يعني 27% اقل من 10 ميلد سكور ده بيبقى المورتاليتي 3 مانس مورتاليتي 4%. هنا احنا ما بنقولش بوست اوبراتيف مورتاليتي، ده هي يعني ده مورتاليتي اون ويتنج يعني العيان اللي هيستنى هي ممكن probability of death in 3 months، لكن هو الكوريليشن مع البوست اوبراتيف والاوبريشنز والكلام ده يعني دي قصص ثانيه. كل الريبورتس اللي كانت موجوده على الميلد او اغلبها في فترات كبيره كانت بتكوريليت مع المورتاليتيز اون ويتنج ليست يعني فاهمني، لكن مش الدايركت بوست اوبراتيف مورتاليتي. الدايركت بوست اوبراتيف مورتاليتي في كل بوينت بتبقى اسيست سيبرتلي يعني في الليفر ريسكشن في ليفل معين في الـ في الـ في الابنتريكتو في الديفرنت اوبريشنز كل عمليه ليها ليها ليفل معين نقدر نبقى بريدكت. في لو قارنا بالاثنين هنلاقي يعني طبعا كل الجنرال اوبريشنز اقل من 8 ميلد سكور از كومبليتلي سيف، لكن في التايب في السيرجيكال في الابنسكتومي او الكاردياك سيرجري كولستكتومي كلوريكتال كانسر الاذر ميجور ابدومينال سيرجري كلهم يفضل ان هم يبقوا ميلد سكور اقل من 8 و او 9 بكثير يعني اقل من 10 في اغلب الريبورت. طيب الثيرد داي مورتاليتي لو احنا قارنا باستعمال الميلد سكور لو الميلد سكور ده اعلى من 8 اتش 1 بوينت زياده في الميلد سكور بتبقى بتزود يعني كل ما السكور من 8 بقى 9 من 9 بقى 10 من 10 بقى 11 في 14% زياده كل ما انت بتعلى بالميلد بتاع البيشنت بتاعه يعلى فبيبقى في زياده في المورتاليتي في اوف ذا بيشنت بوث على ال 30 يوم او ال 90 يوم مورتاليتي. نفس الفكره اللي انت دي في ستادي ثانيه الارجنت والالكتيف اوبريشنز مور تشايلد سكور ذا مور ميلد سكور كل ما الميلد سكور بيعلى كل ما المورتاليتي لو لاحظنا هنا هنلاقي المورتاليتي از فيري لو في الرينج اللي هو اقل من 9 ميلد سكور في الاثنين
طيب الاثنين الميلد فيرسس التشايلد. الميلد طبعا زي ما قلنا ديفينتلي احسن بكتير، المورتاليتي كورليشنز فيه اعلى. التشايلد سكور طبعا التشايلد سي اساسا اغلب البيشنتس بيبقوا ما بنعمل لهمش سيرجري الا الاكستريم ايمرجنسيز. التشايلد بيس سكور في المورتاليتي في 12%، الموربيديتي فيه عالية. التشايلد اي اقل من 2%. لما بنقل بنفس الكوريليت مع التشايلد اي اللي هي الميلد سكور اقل من 10، كل ما بيعلى الميلد سكور كل ما على الموربيديتي والمورتاليتي بتزيد. الافتر ابدومينال سيرجري لو احنا عندنا الميلد اكتر من 15 والقلب من اقل من 2.5، هيبقى المورتاليتي عندنا بتوصل اكتر تبقى 60%، لو اقل بتبقى يا حوالي 14%. ال 90 دي مورتاليتي كل ما زي ما قلنا كل ما بيعلى التشايلد ثم الميلد او الميلد صوديوم طبعا ادق من بيكوريليت اكتر بالمورتاليتي عن التشايلد، وفي ديفرنت موديفيكيشنز يعني للميلد سكور، بدا بيدينا في انديكيتور اكتر للمورتاليتي. في الكابج نفس الفكره، الميلد اكتر من 13.5 بريدكتيف بوست اوبراتيف ان هوسبيتال مورتاليتي. الهاي ريسك مين؟ الهاي ريسك بيشنتس ويز ليفر ديزيز فور اني تايب اوف سيرجري. ايه هم؟ اعتقد احنا من الكل الكلام اللي اتكلمنا عليه رقم واحد التشايلد سي، رقم اثنين الميلد سكور اكتر من 15، رقم ثلاثه الاكيوت ليفر فيل، ثم يعني الاكيوت ليفر فيلير ده اوف نون كوز زي الالكول اكيوت الكوليك هيباتايتس، والاكيوت في الليكويد ليفر فيلير مطلق على الفالمنت ليفر فيلير او اكيوت اون توب اوف كرونيك او يعني الان دايجنوزد ليفر فيلير. ثم لو البلوروبين بيرسي عالي اكتر من 11، ده از ريسك هاي ريسك بيشنت فور ليفر ديزيز في اي تايب اوف سيرجري. والجروب دي من العيانين لا يفضل انك تعمل لهم غير الامرجنسي سيرجري بس البلوروبين، نقطه البلوروبين بس دي يعني لازم نحط حواليها دايره، ده مش اوبستراكتيف بلوروبين، يعني مش الاوبستراكتيف بلوروبين، مش الاوبستراكتيف جونز، لكن هو يعني due to chronic liver disease. البروجنوستيك سكورز دي هل ليها ليميت؟ اه ليها ليميت. الستاندرد ميلد كل ما يعني الميلد سكور في الارقام القليله يعني ما هو مالوش كورليشن زي في الارقام الكبيره، بمعنى انت يعني في الارقام العشرينات والثلاثينات وكده ده والاستاديد والمورتاليتيز والكلام ده معروفه، ويعني تقدر نتكلم عليها نقول ارقام، لكن من 5 مثلا ل 10 ما حدش يقدر يتوقع ان فيها مالوش الموديفايد ميلد، الميلد صوديوم والموديفيكيشنز المختلفه طبعا احسن ولو ان الريبورتس عليها مش كتير قوي. ما يطلق عليه بقى الاهم من الاثنين هو الدايناميك سكور، بمعنى ايه؟ بمعنى انت ممكن تعمل تلاقي عيان عنده ميلد سكور او تشايلد سكور النهارده او يعني من شهر كان ميلد 12، بعد اسبوعين بقى ميلد 10، بعد شهر بقى ميلد 8، ده ممكن تعمل له سيرجري لان ده هنا ايه الدايناميك سكور بتاعه امبروفنج. وعلى العكس لو عيان الميلد سكور بتاعه بيورسن از ان انديكيشن اوف ريسك، ودول يعني حتى في الزرع بيبقى ليهم برايورتي اكتر اللي هم الورسنينج ميلد. تمام، فيعني في الحقيقه مفيش سكور فيه كل الكرايتيريا او بيدينا كل الفاكتورز اللي احنا تخلينا نقدر نتوقع، يعني لان في بعض الحاجات مثلا في الليباتيك فانكشن، التايب اوف سيرجري، الرول اوف بورتر هايبرتنشن، الكوموربيديتيز والاكسبيرينس والنيوتريشنال ستيتس، لكن احنا كل الفاكتورز اللي موجوده دي بتخلينا الى حد ما يبقى عندنا نوع من انواع التوقع على ما سيحدث للمريض
ان تايم يعني، هي كلها مجرد محاولات بريدكشن. ال 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 طب الفوليومتري والليفر يعني مش هنحاول نتكلم عليها كتير يعني، لكن بصفه عامه باختصار يعني دي الاسسمنت فور ليفر سيرجري يعني، دي محتاجه قاعده محاضره تانية لوحدها خاصه. لكن ان جنرال الشخص كان يتولريت لحد 75% هيباتكتوم provided his liver is completely normal. وده معناه 25 في بعض الريبورتس في اليابانيين والايسترن بوبليشن لحد الريزيديوال ليفر لحد اب تو 18% في بعض السيتويشن. ولو زاد يعني في ريبورتس اخرى في الويسترن لو زادت الريسكشن يعني الريزيديوال بتاعه كان باقل من 15% اذا ديفينيت مورتاليتي. و السينثيتك الالتريشنز اللي بتحصل في الليفر كل ما الليفر فوليوم الريزيديوال ليفر فوليوم يقل بتحط ريسك كبير جدا جدا. احيانا كتير قوي بنعمل سيرجري بنعمل ديفرنت حتى ميجر اوبريشنز ويبقى حجم الليفر الموجود حجمه كبير ولوكس هيلثي لكن هو نون فانكشن بمعنى في سام سورت اوف امبيرمنت اوت فلو او ان فلو او لسبب اخر كل الفوليوم ده ما هواش شغال لمصلحه العيان. فكل ما هنقدر نعمل هنشيل من الليفر كل ما هيبقى عندنا نوع من انواع الافكشن للهيلينج باور والليفر فانكشن وريسكو اعلى للمورتاليتي. دلوقتي يعني احنا ما بندخلش اي ليفر سيرجري من غير ما نبقى عاملين some sort of volumetric assessment وحاطين في حسابنا باختصار يعني عشان ما ندخلش في الارقام الموجوده دي وانتوا حضراتكم معانا وحاطين في نوع في حسابنا نوع الليفر الارقام ال what we know ك residual liver 34% او residual liver 50% او 40 او كل degree of liver affection ليها ارقام في الفوليومتري بتكوريليت مع الاوتكمز بنسبه ما ولازم حضراتكم تحطوا في يعني في دماغكم او في تعرفوا ان احنا الكواليتي اوف ليفر عندنا مختلفه عن الكواليتي اوف ليفر بره بمعنى احنا عندنا ديفرنت تايب اوف سيروزس عندنا ميكسد سيروزس عندنا باك جراوند اوف بالهرزييزس عندنا هيباتايتس سي تايب مختلف خالص وهو تايب 4 مختلف عن كل التايبس اوف سيروزس. فتقريبا كل الاستاديز اللي معموله بره في العالم في مصر الكوريليشن فيها في المصريين بتختلف ودي خلاصه تجاربنا في الليفر سيرجري في مصر في خلال ال 20 او ال 30 سنه المختلفه ان في ستاديز بتبنى على الارقام بتاعتنا احنا الارقام بتاعتنا احنا لما بنتكلم على مثلا الفوليومتري احنا دلوقتي كترانسبلانتيشن مثلا ما بقيناش بنتكلم على من 35% ريزيدوال ليفر لدونر كويس لكن زمان كانوا بيتكلموا على 30% في السيروتيك السيروتيك ده يعني ايه سيروتيك التايب سي يعني ادفانسد سيروزس ولا which degree of مجرد كرونيك هيباتايتس او 40% ولا فاتي ليفر والكلام كده بقى فيه كلام وجزء ستاديز حتى موجوده في على قصه الفوليومتري دي فدي سبيسيفيك للليفر سيرجري ويفضل ان يعني نتعامل معها الليفر سيرجنز بس فمش هندخل فيها لكن احنا الكواليتي اوف ليفر بتتوقف عليها الدايركت ليفر سيرجري والريزيديوال فوليوم. طب يعني السيروزس والليفر ريسكشن يهمنا احنا يعني حضراتكم كجنرال سيرجنز يعني نعرف نحط حاجتين لو في عيان عنده اسايتس بصفه عامه ده ويل نوت توليريت لو الاسايتس ده ان كنترولبل او ما فيهوش جود كنترول يبقى اتس بيتر تو افويد الهيباتيكتومي. في لو في الاسايتس اللي عنده مايلد وكنترول
وديسابيرت يبقى ممكن هنا نبص بقى لبقيه الفاكتورز الثانيه زي البيلروبين و البيلروبين اكتر من 2 تو بي افويدد. في النص او اقل من 2 هنا بقى يعني ندخل في الدسكشنز مع الفوليومتري مع نوع الريسكشن مع الاكسبيرينس اوف ذا تيم، وده لازم تبقى فيها نوع من انواع الام دي دي تي ام دي ام دي تي يعني او المالتي ديسيبلري تيم مانجمنت. البورتر هايبرتنشن زي ما قلت لحضرتك، البورتر هايبرتنشن هو ما هوش كونترا انديكيشن للليفر سيرجري، لكنه فاكتور بنحطه عندنا في عيالنا المصريين بصوره مختلفه عما يوضع في الخارج لاعتبارات الباك جراوند الموجوده في البيشنتس المصريين من السيروزس ومن ال في ديفرنت بريدكتورز زي كلينكس والكلام الابليكابيلتي. الكومور ما تعملوش بقى المحسوب ده في الوقت ده يا واحده. يا ريت الزملاء اللي فاتحين اللايف يقفلوا بس، بيحتاجوا انكريز. دكتور مدحت ريكويست اكتر من الناس العيانين، محتاجوا سبيشال مانجمنت في النيوتريشن، محتاجين نولج خاصه بيهم بالذات في اريا الاي سي يو والفلويد والفلويد سبورت. وان شاء الله يعني في المحاضره اللي جايه نتمنى الدكتور مجدي خليل هيقدمها تبقى على الاناستيك والمانجمنت والبري اوبراتيف مانجمنت في الناس اللي عندهم ليفر سيروزس من وجهه التخدير والاي سي يو. نتمنى ان هو هيغطي اكيد الجزء ده بصوره كويس. المال نيوتريشن بيرسي عامل مهم جدا ومؤثر جدا في المورتاليتي في الناس اللي عندهم سيروزس سواء في الاي سي يو او على الديفرنت سواء يعني كهوسبيتال ستاي. الناس اللي عندهم سيفير مال نيوتريشن اعلى بكتير، المورتاليتي اعلى بكتير في الناس اللي عندهم سيفير مال نيوتريشن. المورتاليتي ويز فنتيليشن الناس اللي بيدخلوا فنتيليشن او كده اعلى بكتير. العيانين اللي بيدخلوا الاي سي يو عندهم سيفير مال نيوتريشن برضه المورتاليتي المودريت والسيفير اعلى بكتير جدا من الاخرين. في النهايه يعني الاسسمنت الناس اللي عندهم سيروزس عشان يجو فور حتى سامبل سيرجري قد تكون تشالنج، لكنه الى حد ما لو فهمنا الباك جراوند اللي احنا اتكلمنا عليها دي مش هتبقى يعني ستيمولس قوي، لان اعتقد ان احنا يعني بشويه تريكس بسيطه اللي اتكلمنا عليها دي ان شاء الله يعني هنقدر نتعامل معاها. لو احنا عندنا suspected liver disease لازم نبقى عاملين له assessment كويس، عاملين assessment للعيان بتاعنا كويس بالايمجينج التايب اوف سيرجري الانديكيشن، لازم تبقى الامور دي واضحه اكتر. والوضوح ده بيخلينا بصفة عامة نبقى يعني عارفين وبالتالي نقدر نمانج in advance. لازم نعمل له كل التيستس يعني ما نستسهلش ونعمل بس الحاجات السريعة كده، لا يبقى well investigated علشان ما نفاجئش بمفاجآت. لو في سيروزس يعني أو بورتر هايبرتنشن ده يعني هنتعامل معاه بطريقة. لو ما فيش evidence of cirrhosis و portal hypertension و acute evidence و الكلام كده في الحالة دي ده يعني نتعامل معه عادي جدا. لو احنا عندنا chronic liver disease without cirrhosis لكن compensated cirrhosis و ما فيش portal hypertension he can tolerate أغلب ال different parts of surgery. لو في cirrhosis و portal hypertension وبورتال هايبرتنشن هنا السيفيريتي اوف سيروزس مهم جدا ان احنا نبقى عارفينها، عارفين الديكومبنسيشن شكله ايه، الميلد سكور والتشايلد سكور والايمجينج وابر اندوسكوبي للبورتال هايبرتنشن مهم بالذات لو كان هيعمل ميجور سيرجري.
لو الميلد سكور بتاعه 10 ل 15 او تشايلد بي او بورتر هايبرتنشن، هنا في الحالات دي لازم ندسكس صار لي القصه بالظبط ايه اللي هيتعمل وايه هنعمل ايه. وهنا بتبقى منطقه جراي كده. لو الميلد سكور اعلى من 15 وفي بورتر هايبرتنشن اتس بيتر تو افويد السيرجري. لو يعني الجزء اللي هو اقل من 15 ده اتصلح ونزل يبقى احسن. لو الجزء ده لاكثر من 15 في بورتر هايبرتنشن ما بيتحسنش اتس بيتر تو افويد. على حسب التايب اوف سيرجري والديجري اوف ايرجنسي. لو في ايمرجنسي او بوتنشلي لايف سيفنج سيرجري هنعملها بانفورمد كونسنت، بانفورمد كونسنت وبهاي ريسك كونسنت، لان هنا دي لايف ثريتنينج بروسيدجر. ما ينفعش عيان هيبقى مثلا هيموت من سترنجوليت هيرنيا او عنده تروما او كده وعشان هو سيروتيك وهاي ميلد سكور ان احنا نسيبه يموت لوحده. لا، احنا بننفورم البيشنتس وبننفورم الريلاتيفز بويل انفورمد كونسنت، وفي الحالات دي بندسكاس معاهم وبناخد قرار مشترك. لو دي الكتيف سيرجري، لو هاي ريسك سيرجري يعني يفضل ان احنا نبعد عنها unless في كلينيكال سيتويشن او في تشينج وامبروفمنت. لو لو ريسك سيرجري بروسيد ويز كوشن. في الناس الهاي ريسك سيرجري والالكتيف سيرجري دول يعني دايما نحط في دماغنا العيان السيرجري دي محتاجها كان هي كان جو فور ترانسبلانتيشن الاول ولا فور سيرجري الاول. بمعنى في بعض العمليات لازم تتعمل، ما ينفعش تعمل الا في عيان مثلا ميلد سكور عالي وكده عنده سيفير بورد كومبوزيشن سبيتر ان هو جو فور ترانسبلانتيشن واعملها. وفي حاجات ما ينفعش تتعمل الا يعني قبل الترانسبلانتيشن، يعني زي الكاردياك سيرجريز وكان كده ما ينفعش يبقى عنده كاردياك سيرجري ويعمل ترانسبلانتيشن، يعمل كاردياك سيرجري حتى لو بريسك ثم بعد كده ناسس فور ترانسبلانتيشن. في النهايه يعني احنا حضراتكم وانا وكل الناس اي حد بيتعامل مع اي مريض اي كلينيكال ديسفانكشن في الليفر او في ليفر ديسفانكشن لازم طلع انتباه، لازم ناخدها بحيطه و يعني ناخد كل الميجرز علشان نبقى فاهمين العيان ده كويس، فاهمين ايه اللي ممكن نعمله معاه وايه اللي نقدر نتعامل فيه وايه اللي نقدر نساعده فيه. سيروزس بيرسي از نوت ا كونترا انديكيشن تو سيرجري، لكنه بيمانديت ريجوروس يعني انفستيجيشن او ستادي وسيلكشن تو بريفنت او تو مينمايز الموربيديتي والمورتاليتي. شكرا، اشكركم جزيلا يعني، واسف اذا كنت اطلت عليكم. ويعني دلوقتي انا يعني هفتح الصوت، اسمحوا لي بس معلش انا يعني يا جماعة ما فيش اي مشكلة خالص، ما ممكن نتكلم بحاجة. الو 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 يا دكتور مدحت. ايوه يا جماعه انا دلوقتي لو حد احنا كلنا كده يعني الصوت مفتوح. الو عليك السلام. انا كنت عايز اكلم حسام بس خلاص مش هكلمه بعد شويه. ايوه دكتور حسام احنا سامعينك. انا معاكم ومستعد يعني. طيب الدكتور احمد السعدي تقريبا كان عنده سؤال وبقيه الناس كلها تقفل المايكاتها. اه مفيش مشكله لو دي اي حد ان هو يعني. اتفضل يا دكتور احمد.
طبعا انا بشكر حضراتكم جدا دكتور حسام، ربنا يبارك في حضرتك دكتور مدحت والدكتور محمد والمجموعه كلها، يعني ربنا يجزيكم خير ويبارك فيكم ويجعلكم في ميزان حسناتكم. كنت بسال حضرتك في نقطه blood transfusion as risk factors. هو حضرتك كان في كلام كتير على انه هل blood transfusion هو risk factors ولا ان الحاله اللي هتستدعي ريبيتد بلوت ترانسفيوجن هتبقى اساسا هوموداينامك ان ستيبل او هوموداينامك بتاعتها هي الريسك فاكتورز مش البلوت ترانسفيوجن بيرسي. هو رايح حضرتك ايه في الكلام؟ بص هي انت قلت النقطتين واحنا قلنا النقطتين دول. هي الفكره ببساطه انت عارف كاسين العيان اللي بياخد بلوت ترانسفيوجن بيرسي كلنا بنافويد البلوت ترانسفيوجن باي صور بالصور الا لو تمام مفيش عيان بياخد بلوت ترانسفيوجن الا اذا كان في سام سورت برين مش عارف او سبب انترا اوبراتيف خلاه ياخد. فهو الريسك اللي اساسا بيبقى موجود بسبب الديفكت اللي حصل انترا اوبراتيف وخليته ياخد بلوت ترانسفيوجن. هو سكندري لكن دايما في كل الاستادز البلاد ترانسفيوجن ده بيدي سنسيتيفيتي ان هو ده حاجه ثابته، لكن هو بي انديكيتور للاوبراتيف او البري اوبراتيف ديفيكالتي. هو عرض يعني مش هو السبب كبلاد ترانسفيوجن الا لو نيدد. فاهم حضرتك؟ فيعني البلاد ترانسفيوجن بيرسي لما بيحصل يعتبر كريسك، بس هو السبب اللي لا هو اللي بيرسك اكتر حقيقه يعني. طيب ماشي الو يمين بتقول تمام يا دكتور حسام. تمام احنا سمعنا الاجابه، بس يا ريت في مجموعه المايكات عندهم مفتوح، في مجموعه المايكات مفتوح. دكتور ابراهيم شعوت، دكتور بشرى، عملت الميوت لقول. ما هو في ناس لازم تقفل لنفسها يا جماعه. في ايكون حمراء في اللور ليفت كورنر، في اللور ليفت كورنر في ايكون حمراء اللي هي بتاعه المايك. كل الناس تقفل مايكاتها، ما تفتحهاش الا اذا كان هيتكلم او يسال سؤال، بالاخص دكتور بشرى، دكتور احمد بربش، دكتور محمد عبد الباقي، دكتور شعت، كل دول مايكاتهم مفتوحه وفي نويز جايه من عنده. سمعت يا دكتور احمد الاجابه؟ ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اولا انا الدكتور بشرى درويش، انا لسه فاتح المايك حالا بعد ما رفعت ايدي عشان عايز اسال سؤال، لكن طول الوقت في المحاضره كنت قافل المايك. لو انتوا سامعيني بس يا جماعه؟ سامعينك اتفضل. حد بس يقول انت سامعيني ولا ايه؟ مش عارف. سامعينك. انا سامعك انت سامعني؟ طيب سامعك دكتور حسام. اولا انا بشكر حضرتك وكل سنه وانت طيب وانت بصحه ربنا يخليك ودائما متالق، وربنا يا رب يبارك فيك وفي وقتك وفي صحتك وفي اسرتك. هو بس احنا طبعا بنشتغل جنرال سيرجري اكتر. تمام. فاحنا بس عايزين حضرتك هنت كده عن الناس اللي فيهم اسايتس، لو حاله مثلا انجوينال هيرنيا او امبليكال هيرنيا، وبرضك الديجري في اسايتس، يعني لو مثلا هي مايلد اسايتس او تنس اسايتس، وبرضك الليكنج هيرنيا امتى نقول انها ايرجنت ونتدخل، ولو هنتدخل هنتعامل معها ازاي خاصه في الامبليكال هيرنيا. شكرا لحضرتك. شكرا لك. اتفضل حبيبي. بص حضرتك، يعني نقطة الامبليكال هير او الهيرنياز الابدومينال وول هيرنياز في الناس اللي عندهم سيروزس واسايتس دي نقطة واسعة جدا. باختصار شديد الانجوينال هيرنيا في وجود مودريت اسايتس، يعني اسايتس كتير محسوس كلينيكالي في البطن، اتس بيتر تو بي افويدد، لانها هنا بيبقى في بريشر عالي جدا على الريبير واتيفر الريبير ده. ولو هي يعني سمول هيرنيا وهتتعامل من غير ما تفتح الساك، هتريديوس الساك، هتنفرت الساك وتعمل عليها ريبير، يعني ده يعني بيبقى كيس باي كيس، يعني ديسيجن ميكنج متروك ليك وانت بتتدسكس مع العيان بتاعك وتفهمه الريسك. لكن الانجوينال هيرنيا اتس بيتر تو بي افويدد الا انليس كومبليكيت. الامبليكال هيرنيا الوضع فيها مختلف شويه كتير. الامبليكال هيرنيا ممكن تتعمل في وجود اسايتس، ممكن تتعمل في وجود اسايتس كتير، ممكن حتى يعني مودريت او تنس او الكلام دهون، وبالذات لو كومبليكيت.
الاسترانجوليتد والريديوسابل والرابشرد. الاسترانجوليتد لازم تعمل على طول, الجاست ريديوسابل وزاوت اوبستراكشن او بما يطلق عليه الانكارسريتد هيرنيا ممكن تكونزيرف معاه اب تو 6 اورز. لو ما بيتصلحش تعمله زي ما قلنا كل الحاجات دي بهاي ريسك كونسنت. الليكينج هيرنيا بالذات يعني على حسب العيان, لو الليك ده ممكن يبقى يعني فاهمني هو ممكن يبقى ساين لسيفير دي كومبنسيشن وممكن يبقى نتيجه لسيفير مالنيوتريشن. وفي كل الاحوال العيانين اللي هم بيوصلوا ان هم عندهم امبلايكال هيرنيا او ليكينج او رابشرنج او بتاع كده بي عندهم سام سورت اوف سيفير مالنيوتريشن, احيان كتيره جدا يعني ممكن تقدر تقفلها بترانسفيرس ماتريس سوتشر وتعمل لها ما يطلق عليه الاسترايل اوكلوسيف دريسنج. استرايل اوكلوسيف دريسنج بمعنى ان حضرتك بتقفلها بغرز تمام ما يبقاش فيها سايتس بيليك وتعمل عليها اوكلوجن بصوره ما. ويا ريت لو طبعا كل مكان يبقى نوع من انواع البلاسترات الحنينه المايكروبور او الورق او الكلام ده وتسيبها كلوزد لفتره. لو هي ريكيرنت ليك او ريكيرنت رابشر او في كميه كبيره حصل ليك لكل لجزء كبير من الاسايتس وفي نوع من انواع الايفيسيريشن معنى بيطلع اومنتوم بيطلع لوبس كده, هنا في الحالات دي لازم تتعمل برضه باي ريسك كونسنت بالبريكوشنز بتاعه اي عيان ليفر. لو تقدر لو هي حاجه سمول تعمل بلوكال تعمل بلوكال, لو ما كانش كده ممكن تعمل بجنرال انستيزيا يعني طبعا حاجات السيف ليفر سيف على الليفر. طيب معلش هنكمل في نفس السؤال سامعني حضرتك؟ سامعك اتفضل. برضك في الحالات اللي هي الارجنت انترفيرنس في الامبريكال هيرنيا اللي هي الليكينج يعني هنا حضرتك تو بوت ادرين اور نوت وهي هتبقى ادجستبل ويز ريبيتد بلازما ترانسفيوشن ولا لا؟ الحاجه الثانيه تو بوت اميش اور نوت. بص هيك هو يعني احنا الحاجات دي قتلت بحثا فيها ديبيت الناس ممكن تختلف فيه كويس, لكن قصه الدرين او نوت درين حتى لو حطيت درين اذا تمبري بروسس بتحطها يومين ثلاثه اربعه بس مجرد لحد ما بيبقى يحصل شويه هيلينج وكميه الاسايتس اللي بيتليك ده ممكن تعملها تخليها تبقى انترميتنت اون اند اوف وتريبليس او تسيبها مفتوحه. دي قصه بتترك ليك للكلينيكال جادجمنت على حسب السيتويشن. ممكن ما تحطش درين وتعمل لو الاسايتس ده بيزيد وتعمل تابنج هي نفس البوليسي. فقصه الدرين دي يعني بيرسونال جادجمنت تختلف من جراح لجراح وبتختلف من عيان لعيان. في عيان تقدر تحط فيه وفي عيان تلاقي بطنه مليانه جدا جدا ومش هتنفع تقفله ده تاني يوم هتاكيوميليت. زمان احنا كنا بنعمل طريقه بسيطه جدا, احنا كنا بنفضي تقريبا نص الاسيتيك فلويد ده وانترا اوبرتيف بنحط بداله رينجر او يعني سترايل رينجر انترا بريتونيال. دي كانت بتديلوت الاسيتيك فلويد شويه بتقلل الاسيتيك فلويد برودكشن. في كل الاحوال كل دي ترايلز على حسب كل جراح وعلى حسب كل سنتر ما بيعملها, لكن الدرين اللي بتبقى موجوده اذا تمبرري بروسس في اقل وقت انت تبقى مطمن على اللي حصل هيلينج. يعني لو انت عامل مثلا ريسكشن انا سموزس لازم هتحط درين, يفضل انك تحط درين لان انت او هتسيبها 3 ايام مثلا 4 ايام لحد ما تبقى مطمن على الهيلينج بتاعك. فدي اكوردنج للكلينيكال جادجمنت, لكنها ما فيهاش حاجه كونترا انديكيشن لان هي كل الريبورتس اللي في العالم كله على الهيرنيا سواء من مصر او من بره مصر دي بوينتس اوف ديبيت. بالنسبه للمش المش يفضل لو تقدر تحط مش حط مش ابزوربابل ولا نون ابزوربابل بارشال على حسب انت حاططها فين يعني على يعني على حسب انت حاططها بري بروتينيال او اوكي بري بروتينيال او انترا ماسكولر يعني في الشيس حط زي ما انت عايز. لكن لو حط حاجه انترا بريتونيال او يعني حاجه يعني دي هتبقى لازم تبقى حاجه ابزوربابل. لو انت عندك السكين بتاعك ده فيري سين يعني مش هتقدر تحط البرولين مش يعني الحاجات اللي هي بتبقى طف شويه في بعض الناس في كتير قوي عندهم فيري فيري سين سبكوتينيوس تيشو يعني.
الأخير بشكر حضرتك واسيب الفرصة للزملاء. شكرا دكتور حسام وكل عام حضرتك بخير. شكرا. طيب ايه الشخبطة دي؟ محمد اخوك بيقول لك انت رايح الشغل بكره ولا ايه؟ مش عارف عاوز مين حاجه كده اسمه حد يقول عشان لو رايح نسيب لي الاسم ما يبقاش اسم ايه؟ انت سيبيه 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 انت كنت بتشخر يعني. هل في حد ليه أي أسئلة تانية؟ لو في أي حد ليه أسئلة تانية أنا عامل الـ يعني سامح للبارتيسيبانتس إن هم يأنميوت هيمسيلف ويقول أي سؤال. شكرا دكتور بشرة for your active participation. طبعا شكرا أستاذ الدكتور حسام سليمان على المحاضرة الرائعة الكومبريهنسيف إليجنت كالمعتاد يعني من حسام. دكتور حسام المحاضرة هايلة. الله يخليك حبيبي. الله يكرمك. مش عارف لو حد تاني عنده اي اسئلة يرفع ايده او يعمل انميوت لهم سيلف ويسأل. لو ما كانش ممكن نختم بقى. مش عارف دكتور ياسين سمعنا ولا ايه؟ احنا بناس دكتور مدحت. انا بشكر الدكتور حسام على المحاضرة الجميلة ديت والله. ربنا يجزيه كل خير عنها. الله يكرمك. رسام تفضل. الله يبارك فيك يا ريس. كل سنه وانت طيب يا دكتور حسام. كل سنه وانتم طيبين جميعا وان شاء الله ربنا ربنا يعوضنا خير ان شاء الله يعني في رمضان اللي جاي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. ويعني المحاضره اللي جايه ان شاء الله الدكتور مجدي خليل استاذ التخنير والعنايه المركزه وعميد المعهد الكبد المنوفيه السابق والراجل وافق ان هو يعني يعمل محاضره على يعني الأناسيزيا والأناسيتيك بريكوشنز في الليفر ديزيز. وهنرتب المعاد إن شاء الله ونقولها يعني نعلنها إن شاء الله من خلال الاسم ومن خلال المركز. طبعا بعد البداية القوية بتاع الدكتور حسام سليمان في المحاضرة الجميلة دي متشوقين إن شاء الله دكتور مجدي خليل محاضر رائع ومتميز. مجدي يا استاذنا كلنا في المحاضرات بقى. هو على فكره المحاضره دي قالها من حوالي 6 7 8 سنوات في المعهد بس اكيد هتبقى ابديتد بحاجه هايله. دكتور مجدي يعني قال محاضرات كتير ناس كتير جدا يعني انت صديق عزيز. يعني المحاضره دي اغلبها مش 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 بتاع دكتور مجدي استاذنا في اللي هو اعتقد هيبقى محاضره كويسه ومفيده لكل الناس ان شاء الله. ان شاء الله. وبعدها بقى المحاضره الثالثه بلاش نقول هتبقى مفاجاه ان شاء الله. بس خلينا نتشوق لمحاضره الدكتور مجدي خليل. ولو ما حدش عنده اسئله ننهي دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا دكتور حسام ربنا يبارك في علمك. حضرتك يا حبيبي وبالتوفيق ان شاء الله للجميع ان شاء الله. تسلم دكتور محمد. السلام عليكم. كده انتهى الميتنج يا شباب. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين ونراكم على خير ان شاء الله في المرات اللي جايه. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين.